بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العلي العظيم. الهداية من الله سبحانه وتعالى، والضلال أيضا من الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن باعتبار أن الله سبحانه وتعالى عادل وليس بظلام للعبيد، فإن إفاضته الهداية لبعض الناس وإضلال بعض الناس الآخرين ليس عبثا وليس جبرا، لأن ليس من العادل أن يضل الله إنسان ثم يلقيه في جهنم بدون أن يكون هذا الإنسان هو السبب في هذا الإضلال. فلأن الله سبحانه وتعالى عادل، فإضلاله لبعض وهدايته لبعض آخر ليس عبث، وإنما الإنسان هو يهيئ المقدمات. بتهيئته للمقدمات الله عز وجل يرتب النتيجة. من الذي خلق الجاذبية؟ الله. الأرض لها جاذبية، أي شيء يسقط من الأعلى إلى الأسفل. من الذي جعل عظام الإنسان بكيفية إذا ارتطم بالأرض ينكسر؟ الله. زين، إذا إنسان ألقى بنفسه من شاهق، راح في عمارة من 100 طابق مثلا وألقى بنفسه من فوق هذه العمارة من سطحها على الأرض، عندما يسقط تتهشم عظامه ويموت. من الذي أماته؟ الله. من الذي هشم عظامه؟ الله. لكن هل هذا الإنسان كان مجبورا؟ لا. لماذا؟ لأنه مقدمة هذه النتيجة هو الذي فعلها باختياره. هو باختياره ألقى بنفسه من الشاهق، ولكن عندما ألقى بنفسه إلى من الشاهق بعد ما يقدر يسوي شيء، حتى إذا بالطريق تندم ما يقدر يسوي شيء. الأرض تسحبه بجاذبيتها ثم يتهشم عظامه ويموت. الهداية والضلال هكذا، الله هو الذي يهدي، الله هو الذي يضل، ولكن المقدمة من الإنسان. الإنسان يهيئ المقدمة، الله يراه محلا قابلا للهداية يهديه. المقدمة الضلال يسويها، الله يراه محلا للضلال فيضله. بعد هذه المقدمة، منطقة الهداية والضلال قلب الإنسان.
بعد قلب الإنسان ما في قلبه يظهر على عمله. لذا الآية الشريفة التي تلوناها في أول الكلام، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني الله هدانا ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. الله هدانا بلطفه وبرحمته، ولكن يمكن لهذه القلوب أن تزيغ. الزيغ هو الانحراف عن الطريق، زاغ بصره يعني انحرف عن المكان الذي يريد أن يراه، يعني الإنسان يريد يشوف شيء لكن لا يرى ذلك الشيء، يرى غيره، زاغ بصره. الزيغ الانحراف عن الجادة عن الطريق. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، لأن الهداية منك واستمرار الهداية منك. نحن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بلطفه وكرمه، لكن المقدمات من عندنا. إذا إحنا المقدمات المناسبة هيئناها الله يهدينا، إذا لم نهيئها لا سمح الله يكون هناك إضلال، وإذا كان إضلال سقوط في الهوى وفي نار جهنم. نشوف الزبير ابن العوام، زبير ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله، ابن عمة أمير المؤمنين، حينما الله هداه في بداية البعثة أسلم وكان مدافعا عن رسول الله. في يوم أحد الجميع هربوا، بقوا 10 أو 9، أحدهم الزبير ما هرب في يوم أحد. في حروب أخرى أيضا في حنين مثلا هرب المسلمون، بقوا عدة قليلة، أحدهم الزبير لم يهرب. في يوم السقيفة الوحيد اللي جرد سيفه هو الزبير، كان يوم السقيفة جرد سيفه فأخذوا سيفه وكسروه، ولولا أن أمير المؤمنين أمره بالصبر كان يهاجم يقتل يحارب، ولكن في لحظة زاغ قلبه. حينما زاغ قلبه زين ما كان له مظهر، ما كان له ظهور كثير، لأن يمكن الإنسان شيء في قلبه يكتمه، ولكن في ساعة حساسة في ساعة حرجة بان ما في قلبه، فجرد السيف أمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. حتى أني سمعت من الوالد رحمة الله تعالى عليه أن الشخص الذي سن سب أمير المؤمنين ما كان معاوية وإنما كان الزبير. الزبير سن سب أمير المؤمنين ومعاوية تعلم من الزبير هذا الأمر، يعني يوصل إلى هذه الهوة السحيقة. لماذا؟ لأنه بعد ذلك الجهاد وبعد تلك المواقف المشرفة غرته الدنيا. عمر بن الخطاب جعله في الشورى السداسية، عندما صار أحد الأشخاص المرشحين للخلافة زين فكر زين، إذا أبو بكر صار خليفة، إذا عمر صار خليفة، إذا عثمان صار خليفة، ليش أنا ما أصير خليفة؟ وفعلوا ما فعلوا، ولكن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة يقول: كأنهم فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ناكثون، طلحة والزبير وربعهم، نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون، المارقون الخوارج القاسطون جماعة معاوية، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حصبة أو حطبة. كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بلى والله، أمير المؤمنين في هاي خطبة الشقشقية يقول: بلى والله سمعوها ووعوها، يعني فهموا هذه الآية وعي كامل بمضمون هذه الآية، ولكن لماذا انحرفوا؟ بلى والله سمعوها ووعوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها.
الدنيا حلت في أعينهم، أول زيغ في القلب صار، ومن ثم ظهور هذا الزيغ القلبي في أعمالهم. في سورة التحريم، هذه سورة من عجائب سور القرآن، وكل القرآن عجيب كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: لا تنقضي عجائبه. هذه السورة ملخص القضية، شأن نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وآله حسب بعض التفاسير، حسب بعض الروايات، شرب عسلا عند ماريا القبطية، عسل، فاتفقت عائشة وحفصة باعتبار الغيرة غير المشروعة أن يؤذوا رسول الله ويبعدوه عن ماريا، فقالت إحداهما لرسول الله: إني أشم منك رائحة مغافير. مغافير نبات نتن الرائحة، أفرضه مثل الثوم مثلا. ثم قالت الثانية: إني أشم من فيك رائحة مغافير. والرسول صلى الله عليه وآله كان يهتم كثيرا بمظهره حتى لا يتنفر الناس منه. ولذا بين قوسين، إحنا من الأمور التي نعتقد بها وذكرت في علم العقائد والمعارف عندنا، أن الأنبياء والأئمة ما كان في أجسامهم أي نقص، أي شيء ينفر الناس ما كان موجود في أجسامهم، حتى يوم القيامة لا يكون واحد يحتج على الله سبحانه وتعالى أنه أنا ما سمعت كلام هذا النبي لأن ما عجبني شكله، لأنه كان معوق، لأنه كان مريض، لأنه كان نتن الرائحة، لأنه كان كذا. لا يكون حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالأنبياء في أجسادهم، في أفعالهم، في أقوالهم ماكو أي نقص. حتى الآيات اللي تقول مثلا: وبيضت عيناه من الحزن، يعقوب على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام ما صار أعمى، ابيضت عيناه، ما لم تقل الآية عميت عيناه، ابيضت عيناه، يعني بان البياض فيها من كثرة البكاء. الآن أكو بعض الناس إحنا نشوفهم شوية عينه تميل إلى البياض، هذا مو عيب ولا نقص، شوية يمكن في بصره صار ضعف. وأيوب عليه السلام كذلك، ما كان حسب ما ينقل أنه في جسمه صار رائحة نتنة والجوارين فروا منه وأخرجوا، هذا مو صحيح أصلا، وإنما كان مرض باطني عنده مظاهر على جسمه. الآن عندنا بعض الناس يمكن عنده مرض باطني لكن شكله لا ينفر الناس. على العموم هسه نرجع إلى كلامنا، فالرسول صلى الله عليه وآله كان يهتم بهذه الأمور، دائما كان معه عطر، دائما كانت معه مرآة في سفره، كان معه مشط، ما كان يأكل الأشياء التي قد تسبب رائحة كريهة في فمه. فهذا الكلام عندما قالاه لرسول الله: نشم منك رائحة مغافير، فالرسول قرر أن لا يشرب عسلا، وقال لعائشة: اكتمي هذا الأمر. لكن عائشة لم تكتم، لم تستمع إلى كلام رسول الله، وإنما ذهبت وقالت هذا الأمر لحفصة. نزلت سورة من القرآن، يعني قضية بسيطة جدا حسب الظاهر، قضية عائلية، ضرة عندها مشكلة مع ضرة وقالت كلام كذبا مثلا لزوجها والقضية انتهت. نزلت سورة من القرآن حول هذا الأمر. لماذا نزلت هذه السورة؟ طبعا أكو جوانب متعددة. من جانب، بس احنا نبين بيت القصيد في كلامنا، من جانب الله عز وجل يريد يبين حال هاتين الاثنتين، لأنه التاريخ أيضا ابتني على كثير من تصرفات. الآن عندما تراجع كتب العامة آلاف الروايات ينقلوها عن عائشة، دينهم قسم كبير منه مبتني على فقه عائشة وكلام عائشة. وأيضا التاريخ، يعني لولا حرب الجمل ما كان يصير حرب صفين، وما كان يصير الخوارج، يعني هذا تمهيد كان لحرب صفين وتمهيد لسلطة بني أمية على. فالآية للتحذير من هاتين، في يوم القيامة ما حد ما إلى حجة، القرآن سورة كاملة ضد هاتين،
ضرب مثل هم يعني، لا تتصور أنه زوجة النبي يمكن لا تكون كافرة، لا، زوجة نوح وزوجة لوط كذلك. بعدين القرآن الكريم من أعجب الآيات هذه: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هنا بيت القصيد، القلب انحرف، هذا الانحراف كان مرة ظهر في صورة كذب على رسول الله، أنه في فيك رائحة كريهة مثلا، هذا الحجم كان، لكن مرة أخرى ظهر بتجريد سيف أمام أمير المؤمنين وقتل في بعض التواريخ 18,000 واحد قتل في معركة الجمل. يقولون فد امرأة جاءت عند عائشة فقالت: ما تقولين في أم قتلت ابنها؟ فقالت عائشة: عليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فقالت لها: ما تقولين في أم قتلت في يوم واحد 18,000 واحد من أبنائها؟ فقالت عائشة: أخرجوها، إنها كوفية خبيثة. زين، في يوم من الأيام ظهر هذا الزيغ القلبي في كذبة صغيرة في الظاهر على رسول الله، وفي يوم ظهر بتجريد السيف أمام أمير المؤمنين، وفي يوم ثالث ظهر بوضع وكلام كذب على رسول الله، وكلما أرادت وضعت حديثا كذبا على لسان رسول الله، ثم صار دين أصلا ومنهج. وإلى يومنا هذا حتى بعض الأحيان واحد يستحي من سماع هذه الروايات أصلا، هسه مو من قولها، يستحي من سماعها، موجودة في البخاري ومسلم وغيره وكذا. الزيغ القلبي يسبب أن الإنسان ينحرف 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 ينحرف، في يوم من الأيام لا يتمكن من فعل الشيء الكثير، انحرافه بسيط، لكن في يوم من الأيام الله يمتحنه بامتحان كبير، وفي ذلك الامتحان الكبير يمكن يسقط. لذا عليه أن المقدمات الصغيرة يمكن القضاء عليها بسهولة. لا يقول هذه معصية صغيرة، الله كريم، هاي فالذنب مختصر اليوم نرتكبه وباكر نستغفر والله غفور رحيم، لا يقول هالشكل. ليش؟ لأنه الآية تقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. انحراف صغير يجر، لأنه الشيطان الذنوب مثل السلاسل، السلسلة الحلقة الأولى إذا تحركت تتحرك بقية الحلقات أيضا. الذنب الصغير يجر ذنبا ثاني وثانيا وثالثا ورابعا، إلى أن يوصل الإنسان: فإن صدقوا فإني أتوب إلى الرحمن من سنتين. هذا الذنب يخالف بس أتوب، تاب؟ لا، الله ما وفق للتوبة. ليش؟ لأنه قلبه زاغ، عندما زاغ قلبه الله عز وجل لا يهديه، يضله ويخليه باقي على ضلاله إلى أن يصل إلى نار جهنم. إحنا علينا في المرحلة الأولى أنه المقدمات الاختيارية حتى لو صغيرة للهداية نرتبها لأنفسنا، والمقدمات الصغيرة للضلال حتى لو هي صغيرة لكن نتجنبها، لأنه في بداية الأمر يمكن التجنب، لكن إذا استمر، يقولون مرض السرطان إذا في اللحظة الأولى اكتشف خلية واحدة تستأصل ينتهي، لكن المريض ما يلتفت، وفجأة عندما يلتفت هذا المرض منتشر، ما لا يمكن علاجه إلا على كل حال موت هذا الإنسان. الإنسان لازم يحاول أنه قلبه يكون قلب طاهر، لا يكون في زيغ. إذا شاف في يوم من الأيام أكو شوية انحراف منا ومنك، يحاول أن يرجع إلى جادة الصواب والعمل الصالح حتى لو صغير. أكو في الحديث الشريف حديث لطيف، الحديث يقول: لا تستصغرن شيئا من الذنوب، لا تستصغرن شيئا من الذنوب فلعل فيه غضب الله،
ولا تستصغرن شيئا من الطاعات فلعل فيها رضا الله. ولا تستصغرن أحدا من الناس فلعله ولي الله. لا تستصغر شيء من الذنوب، ذنب صغير لا تستصغره. ليش؟ لأنه لعله في ذلك الذنب غضب الله. أنت ما تدري موازين الله، إحنا ما ندريها. يمكن واحد يصفع يتيما، طفل يتيم تصفعه مثلا، قد لحظات الطفل يبكي وينتهي، لكن يمكن هذا العمل فيه غضب الله، والله عز وجل ينزل جام غضب عليك وعلينا والعياذ بالله. لا تستصغرن شيئا من الذنوب فلعل فيها غضب الله، ولا تستصغرن شيئا من الطاعات فلعل فيها رضا الله. الحر بن يزيد الرياحي احترم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في قضية المعروفة، الإمام قال له ثكلتك أمك، يعني تموت أمك تبكي في عزائك، فهو سكت قال ماذا أقول لك وأنت ابن فاطمة. زين، احترام الإمام الحسين، يعني قضية يمكن إحنا سقط عن نظر عن أنه الطرف الإمام الحسين، يمكن نشوفه قضية عهدية، لكن الله بسبب هذه الكلمة لعله وفقه للتوبة وأن يكون من شهداء كربلاء. والحديث يقول ولا تستصغرن شيئا من الطاعات فلعل فيه رضا الله، ولا تستحقرن أحدا من الناس فلعله ولي الله. يمكن تشوف إنسان لابس ملابس رثة زين عادي جدا زي الفقراء عنده، لا تستحقره، لعل هذا ولي الله. لأن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم بل ينظر إلى قلوبكم أو إلى سيركم. يمكن هذا الإنسان اللي نشوفه إنسان حمال يمكن ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. أكو مدينة في إيران في شمال شرق إيران اسمها تبريز، هناك في مقام قبر يزار معروف بقبر الحمال. هذا الحمال في يوم من الأيام شايل على كتفه بضاعة لرجل، يمر بمنطقة وإذا من شاهق سقط إنسان، سقط من هذا الشاهق مكان عالي، فد واحد كان رايح فوق السطح زلت قدمه فسقط. هذا الحمال قال له أوقف بلغته، بنص الطريق بين السماء والأرض هذا اللي دا يسقط توقف هالشكل كأنه واحد كوماشي للزمن، ثم قال انزل ببطء شوية واش واش كأنه واحد ماسك هذا الساقط دا ينزل جوه. فجأة الناس التفتوا هذا عنده الكرامة عند الله سبحانه وتعالى بحيث أنه يشير إلى شخص دا يسقط وخلاف الموازين الطبيعية هذا، بس الله عز وجل استجاب لدعاء هذا الحمال، وقف هذا الإنسان نزله بحيث أنه لم يصب بأذى. الناس استغربوا قال أنت حمال من أين لك هذه الكرامة؟ قال ما أدري، أول مرة أنا أشوف هذه الحالة. قال له زين شنو أعمالك؟ قال أنا ما أعصي الله، صحيح حمال ما أعصي الله، إذا الله أمرني بشيء أطعته، إذا نهاني عن شيء أطعته، انتهيت عن ذاك. الله عز وجل اعطى لهذا الحمال هذه الكرامة، بعدين لما مات الآن قبره مزار وهو حمال. ولا تستحقرن أحدا من الناس فلعله ولي الله، هذا من أولياء الله يكون. احنا لازم نحاول، وأنتم في جوار السيدة فاطمة المعصومة وستزورون أو زرتم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، والله يتقبل هذه الزيارة ويوفقكم وإيانا لها ولأمثالها وجميع المؤمنين. هذه فرصة مناسبة أن الإنسان يحاول أن يصفي حسابه، يحاسب نفسه، إذا رأى أن هناك في قلبه زيغ مشكلة يحاول يحل هذه المشكلة. وهذه البقاع المشرفة مكان لاستجابة الدعاء، الإنسان يستشفع بالإمام الرضا بالسيدة معصومة حتى الله عز وجل يستجيب دعاءه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها